داود، يعني داود تغنى بالرحمة دي حاجة يعني مفهومة يعني كويس مقبولة، بس تتغنى بالعدل. أقول لك آه تغنى بالعدل، ليه يا داود تتغنى بالعدل؟ يقول لك لأنه من عدل الله إنه مش هيديني تاني، لأنه أخذ الدينونة بتاعتي في المسيح. القاضي العادل ما ياخدش عقابه مرتين. ده من عدل الله، ده انت تغني بيه ان انت مش هتعاقب. في حد خد العقاب بتاعك. امين. عشان كده بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل، فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اشكرك. امين في انه هو هيقبل او قبل عمل المسيح، وعادل في انه مش هياخد عقابه مره ثانيه مني. كويس. عشان كده قلنا الصفات متساويه، ودي الحكمه ان انت توفق بين صفاتك، ان الله وفق بين الصفات بتاعته بدون اي تهاون ولو بمثقال ذره في اي من الصفات. كويس. هي دي الحكمة. عشان كده بيقول صليب المسيح هو حكمة الله. طيب الصليب مقدم لكل العالم. احنا قلنا المذبح مربع بالظبط واربعة رقم العالم، فالصليب مقدم لكل العالم اربع الاتجاهات. كويس. هكذا حب الله العالم. ولذلك عندنا أربع روايات في إنجيل الواحد، والأربع روايات دول كانوا موجهين لأربع فئات من الناس كانت موجودة في العالم وقت الكتابة بتاعتهم. متى مرقس لوقا يوحنا. أشكرك أشكرك. متى لليهود، مرقس للرومان، لوقا لليونانيين أو المصريين، يوحنا لكل العالم أو للمسيحيين، جميع الفئات. نعم. وعشان كده المفديين في رؤية 5-9 شعار الكرازة بتاعنا يقول ايه؟ مستحق انت يا رب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة والبركة لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة قبيلة لسان شعب أمة. أربعة كل الأرض ربنا جاب ناس لإسمه منها. كويس. والمذبح ليه أربع قرون، وتقدم عليه أربع أنواع من الذبائح، وهناك أربع إمبراطوريات تعاقبت السيادة على الأرض في الفترة المسمى بأزمنة الأمم. دي تلاقيها في دانيال 2، بتلاقي التمثال، ودانيال 7 تلاقي المطوش. كويس. رقم 5 هو رقم مسؤولية والنعمة. وقلنا في أرقام ليها معنيين، والمعنيين مرتبطين ببعض نشوف بعد شوية. عندك 5 حواس، عندك 5 صوابعين في ايديك، 5 صوابعين في رجليك، فانت مسؤول ان انت تسلك كويس وان انت تعمل خير. مش كده؟ دي مسؤولية. صح؟ ونظرا لان هذا الرقم هو رقم 5 هو حاصل 4+1، فده يحدثنا عن الرب عندما يتعامل مع العالم الخاطئ. الله الواحد زائد العالم الخاطئ. لما الله يتعامل مع الخاطئ بيجي بإيه؟ بيجي بنعمة. كويس؟ وده هو عمانوئيل. الله معنا. واحد معنا. أربعة. مش كده؟ أنا عايز أقول لكم إن التجسد ده ما كانش معروف عند الملائكة. الملائكة يعرفوا حاجة واحدة بس، أنت تخطئ تدان. ده اللي شافوه، ده اللي يعرفوه. ابليس لما اخطأ هو الملائكة اللي معاه نزلت عليهم دينونة وربنا اعد ليهم بحيرة متقدة من نار الكبير. هو ده اللي شافوه، ده اللي عرفوه. لما شافوا بقى انه نفس الاله ده لما الانسان اخطأ تعامل معاه برحمة، تعامل معاه بنعمة، قال لك لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده، دي حاجة جديدة، دي ما كناش نعرف الكلام ده. قمة بقى الذهول بتاع الملائكة كان لما الله اتخذ جسد واتحد به ونزل على الأرض.
هنا بقى الملائكة وقفوا قالوا المجد لله في العالية وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. كويس؟ المجد لله لأنه تجسد المسيح، تجسد الله وإظهار نعمته، بيّن صفة جديدة للملائكة، خلي الملائكة تدي مجد والله. عشان كده كل ما أنت تمشي مع الرب تبان فيك ثمر الروح، ملائكة يقولوا يا هو ده اللي كان في يوم من الأيام كده، مجد ليك يا رب. وده اللي اتقال في رسالة أفسس، بيقول له أنتوا ربنا عملكم لمدح مجد نعمته. أشكرك. طيب لهذا يتكرر هذا الرقم أكثر من غيره في خيمة الاجتماع. فمثلا ارتفاع ألواح الدار الخارجية، دار الخارجية ارتفاع الألواح بتاعها 5، كذلك أبعاد مسبح المحرقة. رجعنا تاني للمسبح، المسبح صح ارتفاعه 3 بس طوله 5x5 مش كده؟ بيعلن رسالة مزدوجة، 5 بتاعت المسؤولية، كل الإنسان مسؤول إنه يطيع الله، لكن حيث إنه الإنسان فشل في المسؤولية فالصليب يعلن فشل مسؤولية الإنسان. ودي الرسالة الأولى، رومية 3:19 يقول لك ليه؟ لأنه بأعمال الجسد لا يتبرر الجسد أمامه، ليكون الجميع تحت قصاص الله، فشل في المسؤولية. لكن كمان يعلن نعمة الله لكل العالم، مش كده؟ هكذا أحب الله العالم. دي الرسالة الثانية، إنه النعمة موجهة لكل الناس، زي ما إعلان الفشل في المسؤولية معد لكل الناس. وعشان كده مرة واحد قال قبل ما تدي الأخبار السارة لازم تدي الأخبار السيئة. كويس؟ فواحد مرة قال كده، قال قبل ما أنت تقدم المسيح قدم موسى. موسى شايل معاه ايه؟ ومين اللي جه في الاول، المسيح ولا موسى؟ طبعا المسيح. يعني موسى تاريخيا يعني موسى اللي جه في الاول، موسى مش كده؟ عشان كده يقول لك في غلطي كان الناموس مؤدبنا للمسيح. الناموس هدف منه انه يظهر لك خطاياك عشان ما تقولش انا بار. المسيح قال لم اتي لادعو ابرارا بل خطاة للتوبة. فالشاعر نفسه بار ده مش محتاج للمسيح. كويس؟ أنا طبيب. كويس؟ لم آتي لأدعو أصحاء بل خطاة إلى التوبة. الناموس بقى يعمل لك إيه؟ الناموس بقى يدينك، يوريك خطاياك. إزاي؟ إحنا عندنا كان في المستشفى، كويس؟ يجي واحد يقول لك يا دكتور أنا عندي كحة بقالها شهرين، ومرات كده أنا بكح بيجي دم. قال له آه يا حبيبي، أنت يا حبيبي غالباً عندك سل، عندك تيبي. ها تيبي؟ أنا عندي تيبي؟ يعني كأنه أنت إيه يعني شتمته يعني، كويس؟ لأنه التيبي إذا استجمة يعني، كويس؟ حاجة الناس تخجل منها يعني، كويس؟ أنا عندي تيبي؟ قوله بس ما تنفعش كده خالص، خد يا حبيبي روح اعمل لي تشيست اكس راي. خلاص يروح يعمل الاشعه، حط الاشعه كده في البورد اللي بنور ده، ووريه الرئه فيها خرم كبير. شايف يا حبيبي الخرم اللي في الرئه بتاعتك ده؟ شايفه ده هو التي بي. يا معقوله مش ده اسمك مكتوب هنا في الاشعه؟ ده اسمي فعلا. طيب كان متعصب في الاول، روح بقى يبص، طب وده ليه علاج؟ يا حبيبي ليه علاج؟ كويس؟ في الاول ما كانش عايز يقبل التشخيص ولا يمكن ياخد العلاج، بس بعد ما تثبت له المرض بتاعه هيقبل العلاج، لانه العلاج مدته على الاقل 6 اشهر. كويس؟ الناموس بقى هو التشيست اكس راي، هو الاشعه. قال لك تعالى اوريك من جوه انت شكلك خربان ازاي. كويس؟ قال لك يعني فساد الطبيعه البشريه. طيب فهنا نشوف بقى، نرجع تاني، انه الصليب المذبح اللي هو رمز الصليب بيعلن نعمه الله 5x5 لكل العالم. لا يوجد موضع تلألأت فيه نعمه الله اكثر من الجرجسة.
حين قدم الرب يسوع ذاته ذبيحة من أجل خطايانا. افتح معايا كولوسوس الثانية 8-9. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح. هذه هيك النعمة جت هيك. أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. في الصليب بانت نعمة المسيح. ليه؟ لأنه في الصليب هو افتقر. صحيح هو افتقر في مناسبات كثيرة. يقولك كانش في حتة يتولد فيها، ما كانش في حتة يسند فيها رأس، مش كده؟ لكن أكتر حتة بانت فيها فقره هي في الصليب. مش بس لأنه حتى هدومه خدوها واقتسموا عليها واقترعوا عليها، مش بس عشان كده، لكن لأنه مش بس عشان التلاميذ تركوه فبقى بلا عون، لكن كمان لأنه الآب بقى ديان ليه. الآب وقف ضده ونزل عليه الدينونة. إنه لما هو قال أبي أبي أو إلهي إلهي، وقال إلهي إلهي لماذا تركت عني؟ هو لما هنا تركوا للألم، تركوا يتألم، تركوا يموت، لم يشفق عليه، ما خففش العقاب. كويس؟ ده المعنى. كويس؟ ليه حصل كده؟ لأنه إذا خفف منه معناها ساب لنا حاجة نحن نتحملها، صح؟ بس هو ما خففش عنه. اللاهوت لم يتدخل، اللاهوت سابه. عشان كده بقول له انت ليه سبتني؟ سابه يتحمل، لانه هنا هو كان نايب عندنا. كويس؟ وده هو المعنى. كويس؟ ومش بس سابه وبلا معونه وبلا ادنى تخفيف او بلا شفقه، لكن كمان نزل عليه العقاب اللي كان المفروض ينزله عليه. ففي الصليب المسيح وصل الى قمه الفقر. ولاحظ انكم تعرفون نعمه، ايه دي النعمه؟ نعمه ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر. ما يقولش بعد ما كان غني، ما قالش كده. وهو غني لانه لاهوته كان حالي فيه في الوقت بتاع الدينونه، عشان كده رفع من قيمه الذبيحه، صارت قيمتها غير محدوده، تنفع انها تفدي كل البشريه. وهو غني مش بعد ما كان غني. لاحظ لدقه الوحي. ليه؟ كل ده ليه؟ لكي تستغنوا انتم بفقره. هي دي النعمة. كفقراء ونحن نغني كثير. أيوة. هي دي النعمة. بس. تمام. فهنا المذبح أو الصليب يعلن نعمة الله. عرض المذبح؟ خمسة. مش كده؟ الصليب يتسع لكل الناس. مش كده؟ يعني يقول لك التفتوا الي واخلصوا جميع اقاصي الارض، مش كده؟ وبعدين طول المذبح كان كام؟ طول سعر العرض؟ خمسه ذراع. الطول بيرمز للبعد، صح؟ يعني مهما كان الخاطي بعيد، مهما كانت اثامه وحشه، مهما كان شرير وقاتل وفاسق، بس فجر يقول كده في اشعياء 57، قول سلام سلام للقريب وللبعيد وساشفيه يقول الرب. سلام سلام، تاكيد للقريب المتدين اللي عامل نفسه قريب، وللبعيد وساشفيه يقول الرب. كويس؟ عطك مثال لص مستحق الموت، لص اللي اتصلب مع المسيح مستحق موت بسبب أسامه. اللص ده المجرم ده الفاجر ده صار رفيق للمسيح في الفردوس. يا للنعمة. اليوم تكون معي في الفردوس. معي. فما من خاطئ إلا وترحب بنعمة الله. النعمة
النعمة خمسة في خمسة، مهما كان البعد ومهما كان الشخص اللي بيخدم. طيب خمسة هو عدد الأعمدة. أنت وداخل داخل كده على القدس بعد ما عديت من المذبح الموحد عندك خمسة أعمدة أنت وداخل، خلاص؟ يعني إيه؟ يعني لما تيجي تدخل عايز تصلي لأنه يعني كان في مذبح البخور جوه، الله ثق إن الله هيتعامل معاك بنعمة. عشان كده بولس يقول لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. كويس؟ ده درس لينا. ليه حاطط خمسة؟ ما يحطهم ستة، يحطهم تلاتة. ده حتى ستة بتدي دعامة أكتر. كل دي كان ليها دروس ومعاني معزية جدا لينا. طيب كما أن عدد الحجارة الملس التي أخذها داود في حربه مع جولياف هي كم؟ خمسة. خمسة. كويس؟ إيه الدرس؟ داود الصغير جولياف الكبير سوري. يعني هي دي النعمة. شوفوا في تأمل مرة واحد أنا قريته بيقول لك داود رمز الرب يسوع المسيح هو داود الحقيقي، جولياط رمز مين؟ الشيطان. الشيطان يعير إله إسرائيل، صح؟ هو دايما يفتح فمه بتجديف إبليس، مش كده؟ طيب والتعييرات دي استمرت كام؟ 40 يوم، مش كده؟ مش كده؟ 40 يوم، صح؟ طيب إيه اللي حصل بقى؟ إنه المسيح كويس في بالظبط في التجربة على الجبل صام 40 يوم، كان مدة التجربة 40 يوم وهزم فيها إبليس مش كده؟ داود خد معاه خمس حجارة، استخدم كام؟ واحد. المسيح لما راح عشان يواجه الشيطان شال معاه أصفار موسى الخمسة وكل الردود اللي هو قالها مكتوب من سفر واحد هو سفر التثنية. فالمسيح بالظبط رمى إبليس رمى جولياط بحجر التثنية. كويس؟ وبعدين عمل إيه؟ قطع راسه زي ما داود قطع راس جولياط بسيفه. المسيح أباد بالموت سلاح إبليس ذلك الذي له سلطان الموت. قلنا الحجر رمز لكلمة الله، صح؟ وجولياط رمز لإبليس. قبل ما تحارب إبليس ابتديتوا بقى تجمعوا، شايفين؟ لما أقول الخمسة رقم المسؤولية، لما أقوم بمسؤوليتي تجاه كلمة الله ربنا هيديني نعمة عشان انتصر. هي دي النعمة، انه الصغير ده يغلب الكبير ده. عشان كده كويس المسيح علمنا فن الحرب بالتجربة على الجبل عشان نقدر نهزم الشيطان، مش كده؟ مش قال لك من افواه الاطفال والرضع اسست حملا بين ايه تسكيت عدو منتقم، مش كده؟ اطفال صغيرين، شوفوا الواد ده صغير ازاي. هي دي النعمة. طيب بس هو كان عنده مسؤولية انه خد الحجارة معاه، مش كده؟ واحنا كمان نقرا وفي العهد الجديد في خمس عذارى، مش كده؟ رقم النعمة. بس برضه كانوا مسؤولين انهم ياخدوا معاهم ايه؟ زيت. بالظبط، مش كده؟ وعندنا خمس ارغفه بتاعت شعير والكيلو كام؟ 5000. 5000، هي دي النعمه، مش كده؟ وكان عدد جروح المسيح كام؟ خمسه، اثنين هنا واثنين في رجلين وواحده الحربه في جنبه. ورقم خمسه يقدم لنا درسها، لما الرب يتعامل معايا بالنعمه يصبح علي مسؤولية إنه أنا لا
أعيش في الخطية. إحنا قلنا خمسة ليه معنيين، مسؤولية ونعمة. لما الرب يتعامل معاك بالنعمة، أنت عليك مسؤولية أن أنت تسلك بحسب النعمة اللي هو قدمها لك. عشان كده بولس بيقول لهم فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، ما يتناسب مع إنجيل المسيح، الإنجيل اللي أنتوا شفتوه، أنه ابن الله يموت لأجلك، دي نعمة كبيرة، مش حد فينا يستاهلها. رقم ستة هو رقم الإنسان والعمل بتاعه أو الشيء الناقص، لأنه ستة هي سبعة ناقص واحد، مش كده؟ رقم ستة هو رقم الإنسان، لأنه الإنسان اتخلق في اليوم السادس، والإنسان بيشتغل ست أيام في الأسبوع، والساعة متكونة من 60 دقيقة وستين ثانية. رقم ستة ده بيتكلم عن الإنسان، مش كده؟ وحتى ربنا لما اوصاهم انهم يزرعوا قال لهم يزرعوا كام سنه؟ ست سنين والسبعه يرتاح، مش كده؟ لكن لانه الانسان شرير كويس، وكل ما في قلبه شرير، زي ما ربنا قال قبل ما ينزل الطوفان، قال تصور افكار الانسان كله شرير كل يوم، قال انا حبيد الارض خلاص كويس. كذلك لانه الانسان شرير، كذلك كل عمله شرير كويس. عشان كده ارتبط الرقم ده بالشر. فالشعوب اللي طردهم الرب بسبب شرهم من ارض كنعان عددهم ستة، وجوليات اللي لسه تأملنا فيه من دلوقتي طوله ستة اذرع وعنده ستة صوابعين واسنان رمحه هي 600 شاقل، رقم ستة بتكرر كتير كويس. وتمثال نبوخذ نصر اللي قال للفتية التلاتة اسجدوا لي طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع اهو. ونقرا في فده تمثال شرير، لانه بيطلب العباده يعني بالبعد عن الله، ومش بس رقم 6 يرمز للشر، لكن الشر والكبرياء كمان، الشر والكبرياء، فده عايز ياخد مكان الله، فده هو الشر وده هو الكبرياء. ونقرا في العهد الجديد في 6 أجران فارغه كويس بتاعه التطهير بتاع اليهود، مش كده؟ الاجران الفارغه ديت كويس. انا عايز اقول لكم ان اليهود بتوضوا قبل ما يصلوا كويس. فالاجران دي كان رمز للتدين، والاجران دي فارغه. التدين ما فيهوش غير الفراغ، والتدين يخلي الانسان شرير ومتكبر، انه شايف نفسه بار. اول واحد متدين في الدنيا كان مين؟ قايين. عمل ذبحه ابيه، ويقول لك كده عنه في رساله يوحنا، قايين الشرير. حاجات كده تلمع كده في الكتاب، اول مره الواحد ياخد باله منها لما ينتبه لموضوع الارقام دوت كويس. والسامريه كان قال لها انت ما كان لك 5 أزواج والذي معك الان فاصبحوا كام؟ ستة. يعني انت عايشه في شر كويس. والغني قال له ابعت لعازر لان لي 5 إخوة وهو نمر 6، يعني كلهم كانوا أشرار. مش كده؟ غير مبالين بالله ولا بالأبدية، وماشيين في الغنى بتاعهم، والغنى يخلي الإنسان شاعر بالاكتفاء إنه مش محتاج إلى الله كويس؟ وهو ده الكبرياء. المسيح له المجد صلب يوم الجمعة اللي هو اليوم السادس في الأسبوع كويس؟ وقضى في الصليب 6 ساعات، والظلمة بدأت من الساعة السادسة. يعني طيب رقم الوحش اللي هيظهر في فترة الضيق العظيمة هو 666. فهنا كمال الشر بالظبط، كمال الشر وكمال الكبرياء، لأنه هيقعد في الكرسي بتاع الهيكل ويقول أنا الله. شايفين التناسق بتاع الأفكار من قايين لغاية 666 كويس؟ طيب، وللأسف الرقم ده للأسف الشديد اتكرر مرتين بس في الكتاب المقدس.
المرة الأولى اللي اتذكر فيها كان عدد وزنات الذهب اللي جابها سليمان في سنة واحدة. عدد الوزنات 666. فدي قادة سليمان، دي كان بداية سقوط سليمان. هو مشي ورا الغنى ومشي ورا النساء الأجنبيات والأجنبيات وكده، عشان كده بعد عشان كده بيقول لك في تيموثاوس الأولى محبة المال هي أصل كل ستة بالظبط، رقم ستة. أنت عندك بس أنت عايز أكتر محبة المال، عشان كده لما قال اجمعوا لي ذهب جمعوا له كام؟ ستة ستة ستة. رقم سبعة طبعا زي ما كلكم عارفين هو والراحة. كويس، والراحة. فهو عدد زي ما ستة الشر والكبير. فهو عدد أيام الأسبوع الذي عمله الرب. سبع أيام. الضوء مكون من سبع ألوان. الفتحات اللي في رأس الإنسان مين؟ 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 واحد. يعني الله خلقك. إنجيل يوحنا كويس فيه ثلاث سباعيات. زي ما بقول كده مش ممكن احنا نيجي في رقم سبعة ما نجيبش الآية ديت. سباعيات سهام كلمتك، مش كده؟ سبع معجزات. عندك ثلاث سباعيات، سبع معجزات. سبع أنا هو. وسبع شهادات. بس سبع معجزات يعني كمال العمل بتاعه. كويس، المسيح دايما عمله كامل. يقول لك كده في تثنية 32 هو الصخر الكامل صنيعه، ويقول لك في فيليب واحد الذي ابتدى عمل صالح سيكمل. كويس، تقدرش تضيف حاجة عليه، عمله كامل، هو الصخر الكامل صنيعه. نمرة 2 سبعة أنا هو زي ما قلنا خلاص، هو الكامل في شخصه. كويس، عشان كده في كروس اولى 13 يقول لك ومتى جاء الكامل على المجيء الثاني بتاع المسيح. سبع شهادات هو الكامل في اعلانه لنفسه. اذا محتاج قياده، كويس، هو كان يتكلم معاك قول يا رب اديني كلام او اديني قياده كاملة او اديني شهادة كاملة عن انه انت عايزني امشي في الطريق دوت. اكد لي يا رب، اديلي تأكيدات يا رب. مش تأكيد واحد على انه المسيح هو الله، سبع تأكيدات، سبع شهادات. سبع شهادات دي هي ايه؟ تؤكد عن لاهوت المسيح. ايوه، سبع شهادات. السبع شهادات دي هي ايه؟ خلينا نقولهم مع بعض. اولا الباب دي الأنا هو، دي الأنا هو. سبع شهادات. كويس، أول شهادة كانت من الله الأب، قال لهم الأب يشهد لي. نمرة 2 أعمالي تشهد لي. الروح يشهد لي. يشهد لي، مش كده؟ يوحنا التلميذ، التلميذ الكاتب ده شهد لي. يوحنا المعمدان شهد لي. كويس، و الكتب تشهد لي. ستة. ستة. بعدين قال أنا أشهد لنفسي. لنفسي. إزاي يشهد لنفسه؟ في حد يقدر يشهد لنفسه؟ هو لي، لأنه في نفس الإصحاح اللي قال لهم أنا أشهد لنفسي وشهادة الحق، وقف قال لهم من منكم يبكتني على خطية. حياته. أنا أشهد لنفسي يعني حياتي اللي هي بلا خطية تشهد لي، لأنه مفيش حد بلا خطية غير يسوع المسيح. ليس احدا صالحا ولا واحد. الله. مش كده؟ مش كده؟ ها؟ ايضا اليوم السابع اللي هو السبت هو يوم الراحة. فالرقم سبعة الكمال والراحة. وهنا في حتة عايز اقولها لك انه سبع معجزات هو الكامل في عمله. يعني ايه؟ يعني اذا انت احتجت المعجزة عشان يكمل عمله معاك هيعملها لك. اذا انت احتجت المعجزة عشان يكمل عمله معاك، ما احنا قلنا هو الكامل في عمله. سبع معجزات. كويس، اذا انت احتجت المعجزة عشان يكمل عمله معاك هيعملها لك. طيب الرب في يوم السبت كويس
هنا في يوم السبت الرب عمل العمل كامل عشان يديني انا راحة. يعني ليه يعني هو اشتغل في 6 ايام وفي اليوم السابع توقف عن العمل؟ فدي فيها اشارة ان الرب بيعمل عمل كامل عشان يديني انا راحة. رقم 7 بيرمز للاثنين مع بعض، كويس؟ تعالوا الي انا اقول انا عملت عمل كامل في الصليب عشان اديلك راحة من القلق. ما تخافش من الموت، لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. أنا خدت جسد عشان لما أنت تتألم أنا أنقل صلواتك دي بأمانة وتاخد الاستجابة وتنال الراحة. المسيح عمل 7 معجزات يوم السبت، ده المذكور 7 معجزات يوم السبت، كويس؟ ليه؟ لأنه السبت رمز للمسيح نفسه. وأنا عايز أقول لكم الشغل بتاع المسيح يوم السبت ما تعرضش مع الراحة. لانه هو مثلا لما شافها واحد ايده يابسه، طب ما الراجل ده خد راحه فهو ما كسرش السبت، كويس؟ ايه الدرس؟ الدرس هو اذا احتجت المعجزه عشان تاخد راحه هو هيدي لك الراحه دي. طيب رقم 8 هو رقم البدايه الجديده. ليه؟ عندنا اول الاسبوع، كويس، يوم الاحد، الأحد اللي بعديه هو اليوم الثامن. لهذا أعتبر أنه يعبر عن ما هو جديد. فنجد أنه في 8 أشخاص نجوا بالفلك ودخلوا الأرض الجديدة، ويذكر نوح العدد، نوح أنه هو كان الثامن في الناس اللي دخلوا. كما نجد أن الختان كان يحدث في اليوم الثاني، لأنه الإنسان هنا دخل في عهد مع الله، وتطهير الأبرص كان بيتم في اليوم الثامن، والباكورة كانت تقدم في اليوم الثامن، وقيامة المسيح في اليوم الثامن بداية جديدة، مش كده؟ وكذلك حلول الروح القدس يقول لك كان في أول الأسبوع وهم مجتمعين في اليوم، ففي بداية جديدة اللي هي بداية الكنيسة، مش كده؟ وبداية عهد جديد. ورفقة عروس إسحاق كانت بنت بتوئيل الثامن بين إخوته، وكذلك أيضا ترتيب داود هو نمرة 8، كويس؟ وكتبت العهد الجديد عددهم 8، ويسجل الكتاب المقدس 8 أشخاص أقيموا من الأموات، بداية جديدة، خدوا بداية جديدة. ومن الجميل أن نعرف أن الاسم الكامل للرب يسوع المسيح مذكور في العهد الجديد 88 مرة، ابن الإنسان 88 مرة، بس الأجمل من كده أنه قيمة يسوع باليوناني 888 عكس 6 الشر والكبرياء. أنا جاي عشان أعمل كل حاجة جديدة، كمال الجديد. كان أحد في المسيح وهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا كل قد صار جديد. بالضبط، إذا الأشياء العتيقة ما زالت موجودة يبقى ما فيش جديد، وطالما ما فيش جديد معناه ما فيش مسيح. آمين. معناه أنت مش مؤمن.